أنا جورجينا أم لثلاث أولاد، الياس وميريام وباميلا. ميريام عمرها 10 سنين وباميلا 6. هي كل شهر مستفيدين من نقطة حليب، بيجي كيلو لبامي كيلو لميريام، خصوصا بعد وضع باميلا الصحي بعد ما تعرضت لشظية بظهرها وكان وضع كتير حرج، وهي بهذا الوقت كتير بحاجة لحليب لأقدر أهتم بصحتها. هذا المشروع كتير بيهمني إنه يستمر، بيهم عائلتي. ميرسي.